النهار الاول باش بدا المشكل، بدا المشكل هذا السيد هذا هو المشكل، لان ماشي طبيب. بلا ما تذكر الاسماء وما بلا ما تذكر الاسم ديال المصطحه، في انتظار ان القضاء ياخذ المساطر ديالها، لان الشرطه القضائيه هي حضرات. تعاود لنا بالضبط شنو وقع للوالده ديالك ولا الوالده ديالك؟ الوالده ديالي يا سيدي انهارت نهار الخميس، نهار الا الخميس ثلاث الاربع، نهار الثلاث صيفطها لنا، ما كملتش الحصه ديال الديالز، ان هي كدير 4 ساعات وصيفطها غوتو لينا، قال لك راه الوالده ديالك تزاد عليها الحال، ورحنا صيفطناها للدار. انا ما كايناش هنايا، انا مسافر. قال لك خوتي استغربوا الامر، اذا اللي كتكون القضيه عنده حاله طارئه كيدير هذه المساله، كيصيفط المراه بحالو ما كيخليهش عنده. واخا جبنا المراه للدار، جات دخلناها، المهم كتقول لك قلبي ما كتنعس، ما كتشوف النعاس، ما والو، كنجلسها واقفه جلسة ما عندهاش راحتها، ما عندهاش الراحه ديالها في الدار. جبتها له قلت له ودي اتصلت بيه، قلت له اش كاين، عطاني سكانر، المهم جبتها للعريش، درت له سكانر، جبتها له عاوتاني، جبتها له لهنايا، شاف سكانر، قال لك كوفيد، ما بغاش يدخلها، ما بغاش يستقبلنا، ما بغا يدير معنا حتى شي حل، كوفيد ديال لالا مريم، ديتها لالا مريم، النهار الأول، ما داروا والو في لالا مريم، جاو في الليل، داو ليها التحليلة، دفعوها، دوزت 48 ساعة التحليلة، خرجت إيجابية، ما فيهاش كورونا، ولاو عاوتاني قالوا لا نديروا لك تحليلة أخرى، داروا لها تحليلة، والمرأة ما كتنعس، ما كتشوفو. هادي 4 أيام 5 أيام ما نعستش المرأة، كنجلسها، هادي هي الجلسة ديالها، كتجلس توقع قلبي كتافي كلشي كيحرقني يا ولدي، أولدي شاهد لي، أولدي المهم لالا مريم ما كاين لا إسعافات، ما كاين لا حاجة، كنقول لك هاد الهضرة هادي نقولها لك نيش، أنا هاد الهضرة هادي ماشي السبيطار، كوري فين دخلينا، كوري شنو هو المعنى ديال كوري، كنقولها لك طلعوا عليها، ما داروا ليها صويرو، ما داروا ليها دواء، ما داروا ليها والو، حتى كنوض مغوت، ملي كنوض مغوت عاد كيتمو ما جي، كيجيب كيتقبو على يدها، تقاب، قال لك ما كنشدوش العرق، ما كتشد العرش، عمرها كتصافي العرق ديالها، انا كنطولو واش الطبيب ما عندوش الضو، كنطولو بالتليفون في يدها هكا، كنطولو الطبيب ولا الفرملي ولا شكون هو هذا، كنطولو باش يشوف العرق، واش هذا سبيطار. المهم الناس قصرت اخويا في حق هاد المراه هادي، وعذبوها واحد العذاب اللي ما يستحملو حتى شي واحد مع امو، وهزيت امي يقولوا كوفيد وانا كندرع امو انت، وكنجلسها، المهم حاولت نعس امو انت، تغمضيهاش شويه، لا والو، شاهدت يا ولدي، قلبي، كتافي، كتقول لي شيك عليا، واش كنبات انا الليل كامل هكا كنضرب لها في ظهرها، شوف مرضى حنا كنعرفوه. انا نعست في الشيخ زايد، انا عارف ما عندهاش كوفيد، هاد المراه كتصافي بحال اللي قالت لي البروفيسوره ديال الدياليز في الشيخ زايد، قالت لي اخاي هاد المراه فين كانت كتصافي؟ لا في طنجه، حطي هاد المراه بحال ما كتصافيش، داكشي طلع على الريه، انا عارف مرض امي. المهم داووها 21 يوم خرجتها سليمه، خلصت الفلوس صحيحه، بعد بروبليم، المهم المراه داوت. المهم دابا رجع لها ما كيكملاش الحصص ديال الدياليز ديالها، كاع ما كيكملوا ليها، عنده هذا ملي كيوقع له شي ديفو كيصيفط لك المراه بحالك، سير انت موت ولا سير قتل. جيت لعنده قلت له دكتور ديها الشيخ زايد، قال لي دي بلا ما تحتاج، قال لي دير لا سكانير وهذا ونشوفوا، عطاني رساله قال لك ديها لالا مريم كذا شي، لالا مريم اللي دخلنا سمعوا كوفيد ما كيشوفوش في الواحد حتى هكا، واش الممرضه كتجي كتسمع كوفيد كتوقف لك من هنايا، كتوقف لك في الباب والمريضه راه هي في السياج، كتوقف هنايا تشوف فيها، ما كتبغيش تدخل، زعما اش غادي نقول لك اخويا، داروا لنا واحد العذاب، داروا لنا واحد الكارثه، السبب الموت ديال امي راه كنقولها وربي شاهد عليا، وما كنكذب على شي حد، حتى شي حد ما كنكذب عليه. السبب ديال امي في الموت ديالها هو الطبيب ديالها ولالا مريم، صافي. التحليله الاولى درتوها ما كاينش كورونا، دخلوا المراه للدياليز، دخلوا المراه للانعاش، نعشوها، كنغوت، قلبها كيحرقها، خويا هضر مع الطبيب، دير له، ارنا الدواء،
الدواء ديالها ما شربتوش السبت والحد. علاش؟ اي فرمليه كتجي كتقول لك اخويا اختي الدواء هذا كتبقى دير لك ها اخي انا ما نتحملش المسؤوليه ديال الدواء. اختي هضري مع الطبيب الا كان. وبالنسبه ملي جبتيها دابا على حسب الحاله اللي قال لي جبناها لنا هنايا حتى السيد هذا الطبيب طرق البيبان قال لك ما تدخلش قال لك كاع ما تدخل. قالت المراه ديك الساعه جبناها واعيه كتشوف كتهضر يعني ودخلوها ودخلت للدياليز ديالها وفرحات ملي سمعت ما عندهاش كورونا يعني زادت واحد الطاقه ملي دخلت لنا هنايا مراه كتغوص بقلبها. هاد السيد هذا سد علينا البيبان فهمتي سد علينا البيبان ما هضرش حتى شاف الحاله خطيره مره وشاف حبيبي كيقوم بشي اجراءات هنا عاد خرج هو وكيورق عليها وكيخرج الاكسجين وخرج 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 تيأست منا. هذه هي لافير اخويا يعني والله يعني ماتت ولا ماتت اخويا توفات انا لله وانا اليه راجعون وربي ما يضيعهاش لان تعذبت بزاف تعذبت صورت خمس ايام ما تنعش كتنعس 10 دقائق جلسني اولدي اولدي المرضي 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 قلبي قلبي المرضي قلبي ما شفت شي واحد اولدي جلسه تعرضها بالخط مهبطه عليا لا حول ولا قوه الا بالله. واش هذه بلاد الدوله شنو هو انا ما فهمتش شنو هاد البلاد وبالنسبه الوليده ديالك باقا في لومبيلونس دابا هنا انت كتشوف باقا في لومبيلونس ما تنديروا الاجراءات هادشي ضيعنا السلام عليكم اجركم الله خير اجركم الله خير. ما زلنا مع صيحات صادمه ان شاء الله تكون لا حول ولا قوة الا بالله. سيدة كبيرة مسنة من مدينة القصر الكبير كتب على المكتب انها تموت في باب ديال احد المصحات احدى المصحات بشارع عمر بن عبد العزيز. انا لله وانا اليه راجعون. الولد ديالها كيقول بان الام ديالو وصلت للمصحة في حالة جيدة واعية كتضحك مني سمعت ان غادي يديروا لها الدياليز. للاسف وقع ما وقع. الشرطة القضائية الشرطة العلمية عناصر الامنية ديال الدائرة الامنية الثالثة بعين المكان اكيد الاجراءات غادي تاخذ المسار ديالها. حنا حضرنا بالصدفة ولكن كان حضور كالعادة اللي في الوقت ديالو. نطلبوا من السيد وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمدينة العرائش كعادته أنه يعطي تعليمات الصارمة من أجل الفتح تحقيق في هذه النازلة اللي السيدة إلى حدود الآن ميتة في لومبيلونس ديال الجماعة. شيء مؤسف جدا أننا في هذه السنوات وفي هذه اللحظات وفي هذه الظروف العصيبة كنشاهدوا هذه المظاهر وهذا المآسي. صراحة لا يمكن إلا نقول لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله. حسبنا الله ونعم الوكيل. قيمة المواطن المغربي أصبحت تقام أو لا تقاس بما له من دراهم أو من مال. وفاة سيدة في ظروف أمام باب إحدى المصحات. الولد ديالها يحكي بحرقة ومرارة عن ما جرى وما شاهده والأم ديالو كتموت حداه. كاين واحد المجموعة ديال الأدلة حنا ما يمكنناش نهضروا عليها ولا نبشروها ولا نشروها. كاين الناس الاختصاصيين ذوي الاختصاص اللي ممكن أنهم هم يبشروا التحقيق أو يعطيوا ما يمكن أنه يكون في صالح التحقيق. الشرطة القضائية والأمنية العناصر الأمنية تحضر بقوة في هذا المكان بشارع عمر بن عبد العزيز من أجل مباشرة واحد مجموعة التحريات. للأسف هو خبر صادم خبر لي يوحي أننا القيمة ديالنا كإنسان تقاس شكون انت واش باك صاحبي واش واحد المجموعه ديال المعايير. للاسف هذا الشيء خطير وكنطلبوا من الله ومن جميع المسؤولين القضائيين انهم يفتحوا تحقيق نزيه لمعرفه ما جرى. السيده مازال ميته حاليا ب
سيارات الإسعاف التابعة لجماعة العرائش. للأسف خبر صادم. سؤال، واش إذا كان عتقوها كان ممكن تعيش ما تعيش؟ هادشي الأقدار بيد الله، ولكن كيبقى واش عدم تقديم المساعدة لشخص يوجد في وضعية خطر، واش هذه الحالة الأولى اللي كاينة في مدينة العريش، عدم تقديم المساعدة لأشخاص يوجدون في وضعية خطر؟ هي مجموعة من الأسئلة الحارقة اللي كنتمنى أن في القادم من الأيام يتم الإجابة ديالها باتخاذ تدابير صارمة في حق كل من تورط في وفاة هذه السيدة هذه. لا حول ولا قوة إلا بالله، إن لله وإنا إلى راجعون. ما زلنا بشارع عمر بن عبد العزيز، كارثة بجميع المقاييس. شيء خطير اللي كنعيشوه في مدينة العريش. الابن ديالها كيصرح على ان الام ديالو جات في واحد الوضعيه مزيانه، الوضعيه فرحانه انها تدخل عدير الحصه ديالها. للاسف تم وقوع واحد المهم ظروف معينه، حالات دون تقديم مساعده للسيده التي توفيت في سياره الاسعاف. حضور وسائل الاعلام الوطنيه الان لتغطيه الحدث. لا حول ولا قوة الا بالله، البنت ديالها كتبكي. هادشي ماشي سهل، صعيب ان الانسان يموت حداك وماشي في الدار، يموت في البياص ديال الاسعاف. حتى واحد ما يبغيها، لا راسو ولا لعائلته ولا حتى شي واحد. ولكن اكرر بان القيمة ديال المواطن المغربي اصبحت تقاس ملي كيمرض. شكون انت؟ واش انت ولد فلان فرد فلان؟ للاسف